اخواتي اخواني السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه والعافيه. مرحبا بكم مع نصائح غذائيه في رمضان مع فوريفر ونبيل عياشي. اليوم اول نصيحه غادي نهضروا عليها هي وجبه الفطور ديالنا ولا الافطار ديال رمضان. فاول حاجه غادي نقول لكم وحاولوا تبداو بغذاء اللي يكون فيه سكريات بسيطه وما معاهش مكونات اخرى بحال التمر او الشريحه او الزبيب، باش ما يكونش عندنا عسر في الهضم. النقطه الثانيه اللي بغيت نقول لكم هو اننا من ناخذوا الماء والتمر نخليو واحد المده باش تدوز عمليه الهضم عاد نكملوا الفطور ديالنا. النقطه الثالثه اللي غادي نقول لكم هو ما تكثروش من النشويات. الا كانت الحريره ما يكونش حاضر الخبز والحرشه والمسمن وبغرير ولاد عمهم، ولا كان حاضر معنا الخبز ما يكونش كذلك الحريره. علاش؟ لان الاكثار من تناول النشويات يؤدي الى مشكل في الانتفاخ وكذلك مشكل في زياده في الوزن. نقطه اخرى اللي غنبغي نقول لكم بالنسبه للحلاوه بزاف، الشهيوات ديال رمضان كما تتسميهم ما غنقول لكمش ما تاكلوهمش، ولكن على الاقل خليه وحيده حتى مورا الفطور، ما تبداوش بها الفطور ديالكم، لان الشباكيه مثلا هي عامره بالسعرات الحراريه وبالتالي فهي صعيبه في الهضم، ولا خديتوها غتدي المشكل ديال العسر في الهضم، مشكل ديال الانتفاخ على مستوى البطن. لهذا حتى تسالوا الفطور ديالكم خذوا وحيده وماشي ضروري تاخذوها كل نهار. والنقطه اخرى اللي كاينه ما تنساوش تشربوا الماء في درجه حراره اللي تكون عاديه وبصحه وراحه ولا يتقبل من جلدك.